بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. السائل أبو عمر يقول: في الآية الكريمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول أرجو أن تشرحوا هذه الآية مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية وردت في سؤال الميت إذا وضع في قبره، وجاءه الملكان منكر ونكير يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد، والمرتاب والمتردد لا يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه الآية في هذا المعنى لسؤال الميت حين يوضع في قبره. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل أبو عبد الله يسأل عن حكم الظهار، وهل يعتبر طلاقا وما صيغته؟ الظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال هذا فهذا يمين. كان في الجاهلية وفي أول الإسلام الظهار طلاق، وكذلك كان في أول الإسلام كان طلاقا، ثم إن الله نسخ ذلك وجعله يمينا مكفرة، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إلى آخر الآية، فجعله الله يمينا مكفرة، وهذا تخفيف على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ماجد يقول: في وقتنا الحاضر وفي مسألة الذهاب إلى العمرة أو الحج، يغفل البعض من الناس ويعودون بعد هذه المناسك يسألون عن أشياء وقعوا فيها، ولو أنهم قرأوا وسألوا لما حصل منهم، فما توجيه الشيخ في ذلك؟ توجيهنا ما ذكرت، أنهم لو قرأوا المناسك المختصرة الصحيحة وسألوا عما أشكل عليهم لما حصل منهم أخطاء في المناسك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ما معنى هذا الحديث وهل يطبق في وقتنا الحاضر؟ معنى هذا الحديث نفي ما كانت الجاهلية تعتقده من أن المرض يعتي بنفسه وينتقل بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا غول، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فهو إبطال لما كانت تعتقده الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه، والمرض إنما ينتقل بإذن الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزله وهو الذي ينقله. المسلم يتوكل على الله، يتجنب الأسباب التي يناله شيء منها مما يكره، يتجنبها، يبتعد عن المصاب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، ومن وقع الطاعون وهو في بلد فلا يخرج منه. كل هذا من باب العمل بالأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول في الآية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا رد على أصحاب الإفك الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. الله جل وعلا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة مما رماها به المنافقون، وكذلك الله جل وعلا ذكر الدليل على هذا، قال: الطيبات للطيبين، طيبون للطيبات. فما يمكن أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منها هذا، لأنها زوجة الرسول، والطيبات للطيبين، فهي طيبة ولطيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيثين، أولئك مبرؤون، أولئك يعني عائشة رضي الله عنها، مبرؤون مما يقولون، مما يقوله المنافق
يسبقون من الإفك. نعم أحسن الله إليكم شيخ. هذا سائل يقول بالنسبة لجماعة المسجد بعض الناس لا يهتم بتسوية الصفوف حيث نرى البعض متقدم والبعض متأخر والصفوف مائلة، ما فضل تسوية الصفوف؟ هذا واجب على الإمام أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يسوي الصفوف ويأمرها بالاعتدال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لا يكبر حتى تعتدل الصفوف، يلتفت إليها يمينا وشمالا ويأمرهم بالاستواء والاعتدال والمراصة بينهم وأن لا يدعوا فرجا للشيطان. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول عندي أخي مصاب بالصرع وهو مريض منذ فترة، هل نقرأ عليه القرآن وهو مصاب بهذا المرض؟ نعم نقرأ عليه القرآن والرقية وهذا شيء طيب، يشفيه الله بالقرآن وبالورد وبالدعوات المباركة. نعم فضيلة الشيخ وجدت كتابا يقول عن فضائل السور، بدأ بسورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء وحتى سورة الناس، هل ورد شيء في فضل هذه السور؟ لم يصح هذا الكتاب، هذا وضعه بعض العلماء، يقول لما رأيت الناس أعرضوا عن القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه، فهذا كتاب لا يعمل به لأن ما ذكره فيه غير صحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أبو أحمد من الرياض يقول إذا أمر الزوج الزوجة بعدم الذهاب إلى بيت أهلها فهل يجب على الزوجة الطاعة أم لها أن تذهب إلى أهلها؟ لا تذهب إلى أهلها إلا بإذن، وليس له أن يمنعها من زيارة أهلها والبر بهم، ليس له ذلك وليس هذا من حقه عليها. نعم. بعض الأزواج يا شيخ صالح يتسلط على الزوجة، تكون الزوجة مطيعة وقائمة بأمرها وأمر أولادها، ولكن هذا الزوج عنده شيء من الشطط يمنع الزوجة من الذهاب إلى أهلها والمناسبات وغيره. لا يحق لها أن يمنعها من زيارة أهلها والسؤال عن أحوالهم وصلة الوالدين والبر بهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. الشيخ يقول السائل أسأل عن الوقف، ما الأشياء التي توقف في حياة المسلم في حياته وهل يصل هذا الأجر للواقف؟ بلا شك الوقف من خير الأعمال التي هو الصدقة الجارية كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، بدأ بالصدقة الجارية وهي الوقف لأنه يجري ثوابها له بعد موته، وما من الصحابة من أحد له جدة إلا وقف عملا بهذا الحديث وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم سالم تقول لي أخت خالفت الأطباء ونصحوها ولكنها لم تستجب وكانت حامل فسقط الحمل، ما الواجب عليها وهل عليها شيء؟ نعم إذا كان سقوط الحمل بسبب فعلها بأن حملت شيئا ثقيلا أو عملت عملا أثر على الحمل فسقط فهي آثمة، وإذا كان قد بلغ 81 يوم فإن عليها الكفارة، إذا سقط ميتا عليها الكفارة لأنه نفخت فيه الروح وصار إنسانا، فإذا عملت عملا تسبب في سقوط الحمل فهي مسؤولة عن ذلك وعليها الكفارة. هذا السائل أبو سالم يقول شيخ والدنا مريض ونقوم نحن الأولاد بتغسيل جميع بدنه مرة واحدة في اليوم، وقد يصلي الصلاة شيخ وفي بدنه شيء من النجاسة ويصلي بالتيمم لكل صلاة، عنده أنبوب لإخراج البول عزكم الله، فهل يلزمنا تفريغ الكيس لكل صلاة مع المشقة في ذلك؟ نعم يلزمكم ما تستطيعون وما تقدرون عليه أن تعملوه، وأن تحرصوا على طهارة هذا المريض أو الكبير، على طهارته للصلاة في ثيابه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي عليها، عليكم أن تعينوه على ذلك. نعم أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت أيضا السائل أبو سالم يقول العزائم يا شيخ واستعمالها في الرقية وهي التي تكتب بالزعفران ثم توضع في الماء وتشرب وكذا، ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه في الرقية؟ كل هذا جائز وهو وارد في الأحاديث أن يرقى على المريض مباشرة وينفث عليه أو يكتب له ورقات فيها الدعاء وفيها الآيات ثم يغسلها ويشرب غسالتها، هذا شيء من العلاج المأذون به شرعا ومن الرقية الجائزة. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ صالح عن الأشهر الحرم ولماذا سميت بهذا الاسم؟ الأشهر الحرم هي شوال وذو الحجة
وذو القعدة وشهر رجب ثلاثة سرد وواحد فرد كما يقولون. سميت بالحرم لأن الله حرم فيها القتال، حرم فيها القتال، كان هذا في الجاهلية. اختلف العلماء هل استمر ذلك في الإسلام أو نسخ، الله أعلم. نعم. السائل يقول الشيخ كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر؟ هذا منكر بشيء ثابت في الأحاديث وفي الآيات، فبينوا له ذلك وأنه لا يجوز له أن ينكر عذاب القبر، لا ينكره إلا المعتزلة إن كان من المعتزلة، وإلا أهل السنة يثبتون عذاب القبر ونعيم القبر اعتمادا على ما جاء في الأحاديث، وهو من أمور البرزخ لا نعلمها إلا بالدليل. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يقول أرجو أن توجهوا سؤالي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهذا السؤال يتضمن ما يلي: ما توجيه الشيخ لمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصا في مسألة القدر خوفا من الزلل؟ هذا غلط، يجب عليه أن يدرس العقيدة. إذا لم يدرس العقيدة ماذا يدرس؟ العقيدة هي الأصل، يدرس العقيدة على العلماء، لا يقرأها أو يدرسها على نفسها وعلى جهال أو متعالمين، وإنما يقرأها على العلماء إما في المدارس والمعاهد والكليات وإما على المشايخ في مجالسهم. و أحسن شيء وأقرب شيء العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها عقيدة شاملة جيدة ومستوفية مع اختصارها ووضوحها. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت أم إبراهيم تقول إذا صلت المرأة وجزء من شعرها مكشوف وهي تصلي الصلاة بأوقاتها وهي لا تعلم بهذا الشعر إلا بعد التسليم، إذا لم تعلم فلا شيء عليها، ولكن عليها قبل أن تدخل في الصلاة أنت تستر نفسها، تستر نفسها جميع بدنها، لا يظهر منها شيء حتى ظهور قدميها لا يظهر منها شيء أو إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجل ليس من محارمها، فإذا كان عندها رجال ليس من محارمها فإنها تغطي حتى وجهها في الصلاة، ما إذا كانت ما عندها أحد أو عندها محارمها من الرجال فإنها تكشف وجهها. نعم. السائلة أم خالد تقول امرأة أحدثت وتوضأت وصلت الظهر، بعد ذلك أرادت أن تصلي صلاة العصر فوجدت في ملابسها الداخلية بعض من النجاسة التي من الحدث الأول، مع العلم الحرص الشديد لها على النظافة. الصلاة الأولى صحيحة لأنها لم تعلم بالنجاسة على ثوبها، وأما لما علمت بها فيجب عليها أن تغسلها. نعم. يا شيخ، وضع اليدين على الأرض بالنسبة للمرأة للقيام للركعة أي تتكي على الأرض، لا بأس بذلك، للعاجز لا بأس أن يتكي على يد في القيام. نعم. يقول السائل أبو عبد الله هل أجر الفرشاة للأسنان والمعجون مثل أجر السواك يا شيخ؟ لا، السواك أحسن، السواك أحسن وأنظف، وهو السنة، عمل بالسنة النبوية. نعم. أخيرا أم فهد تقول إذا دخلت المسجد والصلاة تقام هل أصلي تحية المسجد أم أصلي الفرض، علما بأنني سوف أصلي لوحدي؟ تصلي النافلة الراتبة قبل ثم تصلي الفرض إذا كانت تصلي وحدها. فضيلة الشيخ، رجل حج العام الماضي قارنا ثم قلب هذا الحج إلى إفراد جاهلا وانتهى من الحج، فماذا يلزمه الآن؟ يلزمه الآن أنه يعود وقت الحج ويؤدي حجة التمتع التي أحرم بها، يحرم بالحج متمتعا ويؤديه. نعم. أخيرا تقول السائلة هم سالم، كنت أصلي على سجادتي فجاءت ابنتي وجلست عليها وهي حاملة للنجاسة لكن لم تظهر على الملابس، فلما أردت السجود قمت بحملها وأبعدتها عن موضع سجودي وسجدت، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته، كان يحملها في صلاته عليه الصلاة والسلام، فيجوز حمل الطفل في الصلاة. نعم. أخيرا شيخ، في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء يقول السائل أبو سالم هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ ليس هناك شيء يجري في هذا الكون للعموم أو للأفراد إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.